قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. وريت ما سمعش ملخص الجزء اللي فات من المسلسل ده يروح يسمعه من القناه، ولينك الجزء القديم هتلاقيه موجود في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو ان وينزداي شافت رؤيا وهي وسط الحفله لصاحبها يوجين وهو بيتعرض للهجوم من الوحش، فعلى اساس ده سابت الحفله وراحت بسرعه للغابه تلحق يوجين، لكن على ما وصلت للاسف كان الوحش هجم عليه. وبس يا سيدي، بيبدأ الجزء الجديد مع وينزداي وهي بتقرا ملف قضية أبوها جوميز، ودي قضية القتل اللي أبوها متهم بيها زمان لما كان طالب في مدرسة نيفرمور. فبنرجع بقى للماضي سنة 1990 وبنشوف وقتها مديرية مدرسة نيفرمور وهي داخلة المدرسة، وهوب بتلاقي جثة طالب من المدرسة وقعت قدامها. فلما بتبص فوق بتلاقي جوميز واقف ومعاه سيف، فطبعا بتعرف كده إن هو اللي قتل الطالب. وقتها استدعت الشرطه وعرفتهم ان جوميز قتل الطالب لانه بيحب تيش، واللي اصلا يعني جوميز كان وقتها بيحبها وهي بتحبه بالمناسبه، وبالتالي بيقبضوا على جوميز. لكننا مش بنعرف ايه اللي حصل بعد كده. عامه بنرجع دلوقتي للوقت الحاضر في نيفرمور، لان هناك بيوصلوا عائله وينزداي، جوميز وتيش وباكسلي، وهو مش بس هم بس اللي جايين حاليا بل كل اهل الطلاب، لان المفروض النهارده هو يوم بيتعمل كل سنه للاهالي عشان يتجمعوا مع بعض في المدرسه. فبتطلع ويمز وبترحب بكل الاهالي وبتطلب من الكل ان هم يدعوا ليوجين، واللي يعني بنعرف انه ما ماتش لكنه في المستشفى حاليا بسبب وضعه الصعب جدا. لكن في المجمل وينزداي بتزعل بس في الاخر مش بتهتم قوي وبتروح ترحب باهلها، وبيروحوا كلهم بعد كده للمديره ويمز. بعد ما قعدوا شويه مع بعض هناك ادتهم المديره هناك البوم ذكريات الصف الدراسي بتاعهم اللي كانوا فيه مع بعض سنه 1991. فبتاخد تيش الالبوم وبتفضل تقلب فيه وتفتكر ذكرياتها زمان، وبتطلب من ويمز انهم يروحوا مع وينزداي للدكتور فالفري ويحضروا جلسه العلاج النفسي معاها بحيث يعني يطمنوا على حاله بنتهم النفسيه. فبيوافقوا وبيروحوا للدكتوره فالفري وبيتكلموا معاها شويه، وفي وسط الكلام ده بتقول لهم وينزداي لازم نتكلم بصراحه، ومره واحده كده بتطلع ملف القضيه وبتسالهم مين جاريت جيتس اللي جوميز ابويا قتله زمان. في اللحظه دي جوميز كان لسه هيتكلم، تيش اتدخلت وهي متضايقه جدا وبتقول ان التهمه دي خلاص كانت قديمه والقضاء اثبت براءه جوميز منها، فيعني محدش المفروض يتكلم فيها، بتحذر الكل ان محدش يتكلم في الموضوع ده تاني، وبتمشي من العياده وهي متعصبه جدا. على الناحيه الثانيه بيروح المامور جالبن النهارده لمركز الطب الشرعي، لان الطبيب الشرعي ريجي انتحر هناك. بيروح هناك عشان يعاين المكان وكده، فهو بيعاين بيكتشف ان كاميرا المراقبه حد عطلها فما سجلتش اي حاجه، لكنه هناك بيلاقي ان ريجي كتب سبب انتحاره. فلما قراه اكتشف ان ريجي قتل نفسه بسبب شعوره بالذنب، لانه من 32 سنه اتستر على قاتل وزور تقرير الطب الشرعي. طب ثانيه واحده، ايه القضيه دي؟ قضيه جاريت جيتس الشاب اللي جوميز قتله، لكنه خد براءه وقتها من القضيه زمان. بس يا سيدي بعد ما جالبن عرف المعلومات دي كلها فرح جدا، لانه كده هو معاه دليل يفتح بيه القضيه من جديد. فبياخد بعضه مع قوه من الشرطه وبيروح للمدرسه وبيقتحم حفل الاهالي وبيقبض على المشتبه الاول بالنسبه له في القضيه وهو جوميز ادم. بعد فتره من القبض عليه بتروح وينزداي وبتزور ابوها في السجن وبتقول له اعتقد مفيش حاجه دلوقتي تخبيها علينا تاني، فاحكي لي كل حاجه. فبيبدا جوميز اخيرا يحكي، وبنعرف ان جاريت ما كانش طالب عادي لكنه كان ابن واحد من الحجاج، ومش اي واحد، لا لا لا، ده كان شخص متعصب جدا من الحجاج. وللاسف جاريت كان بيحب تيش لدرجه الجنون وحرفيا الجنون، وعشان كده في اليوم المشؤوم اللي مات فيه ده كان اقتحم قبلها المدرسه وشاف تيش وجوميز سوا، فسحب سيف وبدا يهجم على جوميز، فجوميز قدر ان هو ياخد منه السيف وبالغلط طعن جاريت في بطنه ومات. وبس يا سيدي هي دي القصه. لكن تعرف وينزداي مش بتصدق كلام ابوها، وحست كمان جدا انه بيضحي بنفسه حاليا عشان ينقذ حد تاني، فبتسيبه وبترجع للمدرسه وبتروح لاخوها باكسلي وبتساله عن امهم تيش موجوده فين حاليا، فبيعرفها انها راحت لمكان محدش هيقدر يلاقيها فيه تاني وهو نفسه ما يعرفش فين. فبتفكر شويه تلاقيها فين لحد ما بتكتشف مكان امها، وبتروح لها على المكتبه السريه الخاصه بجماعه نايت شايد، وهي عرفت ان امها هناك لان امها اصلا كانت من اعضاء الجماعه زمان. المهم انها بتتكلم مع امها تيش، ومن كلامهم ده بنعرف ان جماعه النايت شايد زمان ما كانتش تافهه خالص زي دلوقتي حاليا، لكنها كانت معموله مخصوص للدفاع عن المنبوذين وبالاخص طلاب نيفرمور اللي هم اصلا منبوذين. وبنعرف كمان ان اللي انشا الجماعه دي زمان هو جودي ادمز. ايوه بالظبط زي ما جه في دماغك كده بالظبط يا صديقي، جودي نفس البنت اللي شافت وينزداي ذكرى ليها في الجزء اللي فات. عامه بتسال وينزداي امها عن حادثه جاريت وبتطلب منها تقول لها الحقيقه. اخيرا تيش بتحكي كل حاجه. وبنرجع للماضي لما كان جاريت بيتخانق مع جوميز، وقتها جت تيش ووقفته وهي كمان اللي طعنته بالسيف،
بس كوميز لانه بيحبها خد السيف منها عشان يكون هو المجرم قدام الكل مش هي، زي ما حاليا هو برضو بيضحي بنفسه عشان تكون تيش في امان. لكن مش الكلام ده اللي بيخلي وين ازاي تستغرب، لا 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 لا، ولكن وصف امها لجاريت هو اللي بيخليها تستغرب. انه ما بتعرفها ان جاريت كان شكله في الوقت ده غريب جدا، وكان في رغوه بيضه بتنزل من بقه وعينه كانت بتشر غضب زي عين الوحوش. فبتقول وين ازاي، انا اعتقد كده اني فهمت حاجه، واعتقد كمان ان مش انتوا سبب موته. بعدها بتاخد وين ازاي وبيروحوا لقبر جاريت وبيحفروا فيه شويه لحد ما بيوصلوا للجثه. في الوقت ده بتيجي واحدة من الشرطة وبتقبض عليهم وبتوديهم للقسم وبتحبسوا في زنزانة جنب جوميز. طبعا هما بتحبسوا ليه؟ بتحبسوا طبعا عشان كانوا بينبشوا في القبور. الفكرة هنا هي ان وينزداي بتكون جابت صباع من جثة جاريت قبل ما يتقبض عليها، بتوريهم الصباع واللي بيكون فيه لون ازرق غريب، فبتعرفهم ان لما تشعلت لها على شكل جاريت وقت الحادثة فهمت انه اتسمم من زهرة سامة اسمها نايت شاين، والجماعة اصلا متسمية على اسم الزهرة دي. وينزداي بقى قدرت من شكل الصباع والاثار الزرقاء دي تتاكد انه فعلا اتسمم من زهره النايت شاين، وبالتالي هو اصلا كان هيموت حتى لو كل ده ما حصلش. لكن الفكره بقى ان وينزداي وهي ماسكه صباع جاريت هوب بتجي لها رؤيه من الماضي، بتشوف وقتها جاريت مع ابوه وهو بيديه ازازه فيها سم النايت شاين عشان باستخدامه يقتل كل طلاب نيفرمور. ما تنساش ان ابو جاريت كان من الحجاج المتعصبين جدا اللي بيكرهوا كل المنبوذين زي طلاب نيفرمور. وفعلا جاريت كان وقتها خد الازازه وراح بيها على المدرسه، لكنه وقتها ملحقش يعمل حاجه بيها، وشاف في لحظتها جوميز وبدا يتخانق معاه لانه كان بيحب تيش، وبسبب كده اتكسرت الازازه في وسط العركه في جيب جاريت وبسببها مات. عامه بنطلع من كل الذكريات دي لان خلاص عقوبه تيش وونزداي خلصت، فبتاخد وونزداي امها وبيروحوا لعمده المدينه ووكر، وهناك بيوروا له الصباع فبيعترف ووكر بكل حاجه وبيعرفهم انه في الوقت بتاع الحادثه ده كان هو المامور بتاع المدينه. وانسل ابو جاريت اعترف له بكل حاجه عايز يعملها وانه عاوز يقتل كل اللي في المدينه، لانه بيدعي ان الارض اللي عليها المدرسه حاليا دي ملك لعيلته، واعترف له بكل ده على فكره وهو كان سكران وقتها. لكن ووكر حذره ان هو يعمل اي حاجه وسابه ومشى، بس انسل ما اهتمش بكل ده وبعت ابنه ينفذ المهمه فمات. وقتها بقى قرر ووكر يتستر على القضيه وما يجيبش سيره السم وكل ده بحيث ما تقومش حرب بين المنبوذين والحجاج في المنطقه. بس يا سيدي بعد ما عرفوا ونزداي وامها الكلام ده قاموا استغلوا الفرصه دي وطلبوا منه يفرج عن جوميز والا هيفضحوه، فطبعا غصب عنه بيوافق. وبيروحوا ونزداي وتيش يستنوا جوميز قدام القسم. لكن في الوقت ده تتكلم ونزداي مع امها عن الرؤية الكتيره اللي بتشوفها بشكل متكرر باشكال غريبه جدا، وده لان تيش برضو يا صديقي بتشوف نفس الرؤى. فبتعرفها تيش ان الرؤى بتيجي لكل واحد على حسب شخصيته، يعني مثلا شخصيه ونزداي كئيبه فهي بتشوف حاليا الرؤى الكئيبه وبتتسمى كمان الغراب، على عكس امها اللي بتشوف الرؤى السعيده وبتتسمى يمام. بتعرفها تيش ان الرؤى الغراب اقوى بكتير جدا من اليمام. وفي يوم من الايام حد من اجدادهم هيجي لونزداي عن طريق الحلم ويعرفها تستخدم قوتها كويس جدا ازاي. فبتعرفها ونزداي ان فعلا جدتهم جودي ظهرت لها، فتحذرها تيش منها جدا لان جودي كانت ساحره قويه جدا ومحدش يستهين بيها. اما تم بتقطع كلامهم لان جوميز بيوصل. بعدها العيله كلها بتودع وينزداي وبيسيبوها وبيمشوا، بس قبل ما بيمشوا بتديها تيش الالبوم بتاع ذكريات الصف اللي خدتها من ويمز. بس الفكره بقى ان وينزداي لما بتتفرج شويه على الصور اللي فيه بتاخد بعضها على طول وبتروح لويمز، وبتعرف ويمز انها خلاص عرفت حقيقتها كلها وانها متحوله، وبتوريها كمان الالبوم واللي بتكون فيه ويمز متحوله لشكل مغنيه مشهوره. خلاص كده وينزداي فهمت ان روان مات فعلا وانها اتحولت ودارت على القضيه، وتقول لها ويمز انا فعلا عملت كده بالاتفاق مع ووكر، ولكن عشان نحمي المدينه والمدرسه وبس مش اكتر. بس مره واحده الكلام ده بيتقطع يا صديقي برضو انهم فجاه بيسمعوا صوت من الساحه، بيروحوا يشوفوا في ايه، بيلاقوا مكتوب على الارض بالنار جمله هتمطر نار، وطبعا مش بيكونوا عارفين مين اللي عمل كده، ولكن اكيد ورا الكلام ده مصيبه. عامة كالعادة مش بتهتم ونزداي قوي بالكلام ده كله، بل بتروح لأوضتها وبتحاول تعمل جلسة تحضير وتستدعي جودي عشان تعلمها ازاي تتحكم في قوتها، لكن بتفشل. وبعد شوية بتجيلها ايند وبيفضلوا يتكلموا سوا كتير لحد ما بيلاقوا ورقة بتتحدف عندهم في الأوضة، بيكون مكتوب في الورقة دي لو عاوزة تعرفي الحقيقة تعالي لسرداب جوزيف المهجور. فطبعا بتروح للسرداب مع ايند، لكنها أول ما بتدخل هناك بتلاقي جوه الهيلسينج وكمان اكزافير وكم واحد كمان من صحابه، وبيطلعوا عاملين فيها مقلب يا دوبك بس مش اكتر، وجايبينها هنا عشان يحتفلوا بعيد ميلادها ال 16 بالاتفاق طبعا مع ايند وسينج. فمش بتهتم بيهم قوي لانها كئيبه، وبتفضل تلف في السرداب كتير جدا لحد ما بتلاحظ جمله مكتوبه على حيطه باللاتين، بتروح تقراها وبتكون الجمله دي هتمطر نار لما يقوم، وبتكون دي نفس الجمله اللي اتكتبت على ارض المدرسه بالنار قبل كده
لكنها زيادة عليها كلمة لما يقوم. فهوب بتجيلها رؤية وبتشوف نفسها قدام بيت، وبتجيلها جودي وبتقولها عايزة تفهمي يبقى لازم تدوري في البيت ده، وبتختفي. بتفونس دايما تخيلاتها دي، فبسرعة بتروح وبترسم شكل باب البيت، وبتروح لتايلر في الكافيه وبتسأله عن الباب ده، لكنه بيكون طبعا مش عارف اي حاجة عنه، وبيطلب منها يعني انهم يخرجوا سوا النهاردة بمناسبة عيد ميلادها وكده يعني، لكنها بترفض. وبتروح لإكزافير في المخبأ بتاعه وبتسأله هناك عن الباب، فبيعرفها انه باب بيت بيجيله في احلامه برضه وبيكون رسمه، وبيعرفها كمان ان الباب بتاع البيت ده هو في الحقيقة باب القصر بتاع أنسل وجاريت. فمن غير تضييع وقت كتير بتاخد ونسداي بعضها وبتروح للقصر المهجور ده، لكن الغريبة هنا انها بتلاقي حد جوه، فبتستخبى وبيخرج الحد ده وبيطلع العمدة ووكر. وقتها بتسمع ونسداي وهو بيبعت رسالة صوتية لجالبن بيقوله فيها انا عرفت مين ورا اللي بيحصل في المدينة، وبيطلب منه انه يقابله فورا في الكافيه. فبتقرر ونسداي تروح تتصنط عليهم، وفعلا بتستخبى في شنطة العربية بتاعت ووكر. بس الغريبة ان ووكر اول ما بيوصل للكافيه بتيجي عربية من العدم وبتخبطه وبتجري. بعد شويه بيوصلوا الاسعاف وبينقلوا المستشفى، لكن ونسداي بيشوفها جالبن فبياخدها يحقق معاها عشان يعرف هي هنا بتعمل ايه. في اللحظه دي قالت له ونسداي انا كنت رايحه لبيت عيله انسل وجاريت لان حسيت شويه ان هوصل هناك لحاجه، ولكن بالصدفه شفت هناك ووكر وسمعت رسالته فجيت معاه مش اكتر. بيحذرها جالبن تروح هناك تاني، وبيعرفها كمان ان كل عيله جاريت ماتوا، وبالتالي مراقبه البيت ملهاش لازمه، مش بتهتم بكلامه وبتسيبه وبترجع المدرسه. في مدرسة بتقابلها ويمز بعصبية لانها طبعا خالفت كل القوانين وطلعت بره المدرسة، وبتقرر دلوقتي حاليا ان هي تحبسها وبتعرفها انها ممنوعة من الخروج. فتتقبل ونسداي العقاب بصمت وبتسيبها وبتمشي. بس تعرف يا صديقي ونسداي ما تقبلتش اي حاجة، بل راحت تكلم تايلر تاني وقالت له انت مش كنت عاوزنا نخرج؟ فقال لها اه. بتتفق معاه ان هو يجي لها النهاردة بعربيته قدام بوابة المدرسة الساعة 8، وبتأكد عليه انه يقفل النور عشان ما حدش يشوفه، وبتقفل معاه بعد كده. بعدها بتروح لإينيد وبتطلب منها تساعدها يهربوا النهاردة مع بعض من المدرسة، لكنها برضو مش بتعرفها هتروح فين، وبتكذب عليها وبتقولها ان احنا يدوبك هنخرج نتفسح شوية. وفعلا صديقي الساعة 8 بيكونوا قدروا يهربوا وبيلاقوا تايلر مستنيهم فبيركبوا معاه، وهنا بتعرفهم ونسداي الحقيقة وانها مش خارجة مع تايلر ولا رايحة تتفسح مع إينيد، ولكن هربت عشان تروح لبيت أنس. طبعا الكل بيتعصبوا شوية عليها، لكن بيعد الموقف عادي جدا وبيروحوا معاها على هناك. وأول حاجة بتقابلهم عند البيت هي العربية اللي خبطت العمدة ووكر، لكنها بتكون مركونة في جراج البيت عادي جدا. فبتحس ونسداي انها قربت توصل شوية الحقيقة، وان البيت ده اكيد ليه علاقة بكل اللي بيحصل ده، واكيد ووكر وصل الحقيقة دي فاتخبط بالعربية بحيث يخلصوا منه. اما تم بيلفوا في البيت كتير يمين وشمال لحد ما بيوصلوا للمكتبة، وبتلاقي ونسداي هناك زرار غريب فبدوس عليه بتظهر مكتبة سرية، وبيكون فيها صور لجوزيف مؤسس جماعة الحجاج، ومكتوب جنبها هتمطر دم لما اقوم، وحوالين الصورة دي شموع. فبتفهم كده ونسداي ان كان في حد بيحاول يحضر روح جوزيف هنا لكنه ما عملش كده. بعد كده بتطلب من تايلر يدور في الدور ده كتير يمكن يوصل لحاجات فته، وبتاخد إينيد وبيطلعوا يدوروا في الدور اللي فوق وبيدخلوا الاوضه. بس الغريب هنا هو ان الاوضه دي بتكون مترتبه وكان في حد عايش فيها حاليا. فمع التدوير شويه في الاوضه بيلاقوا لعبه مكتوب عليها لوريل جيتس، وده يعني بالمناسبه اسم بنت انس، فبيعرفوا ان دي اكيد كانت اوضتها. وبتاخد بعد كده ونسداي اللعبه وخليك فاكر شويه ان هي خدتها، لكن المهم دلوقتي حاليا انهم بيسمعوا صوت صراخ تايلر وهو بيحذرهم ان الوحش في البيت. فطبعا بيفضلوا يجروا لحد ما بيستخبوا جوه خزانه، بيجي الوحش وبيحاول يدخل عليهم الخزانه دي، بس لحسن الحظ الحبل بتاع الخزانه بيتقطع، وبيفضلوا ينزلوا لحد ما بيوصلوا لمكان تحت الارض. وقتها بتبص ونسداي حواليها فبتلاقي برطمانات كتير فيها اعضاء من اجسام بني ادمين، والغريب اكتر في الموضوع ان الاعضاء دي هي الاعضاء اللي كانت مفقوده من جثث ضحايا الوحش، لو تفتكر ده شفناه في الجزء اللي فات. بس ونسداي مش بتلحق تفكر اكتر من كده لان الوحش بيوصل عندها، فبسرعه بتهرب مع إينيد، وبيفضلوا يدوروا على تايلر في كل حته لحد ما بيلاقوه في مكان قريب وبيكون مصاب، وبيعرفهم ان الوحش هجم عليه فهرب منه وجه هنا. بتعالجوا ونسداي، لكن هوب بيدخل عليهم إكزافير. طبعا بتستغرب ونسداي وبتبدا الشكوك القديمه بتاعت ان إكزافير الوحش تطاردها من تاني، لكن إكزافير بيعرفها انه راح اوضتها يا دوبك وما لقيهاش هناك، وقابل ايد سينك وعرف منها مكانها هنا حاليا، فجه مش اكتر من كده. فبتصدقه عادي جدا وبتعدي الموضوع، وبيروحوا كلهم لبيت تايلر وبتكمل ونسداي هناك علاج. بس بيدخل عليهم جالبن، والاول ما بيشوف ابن تايلر مصاب بيتعصب جدا على ونسداي، لكنها بتهدى شويه وبتقول له انا كنت يا دوبك بدور على الحياه، ما كنتش عاوزه اذي ابنك. بعدها بتاخده معاها للقصر عشان تثبت الكلام ده، لكنها لما وصلت هناك لقيت ان كل حاجه اختفت، العربيه والاعضاء وكل حاجه. فطبعا بتكون هتتجنن جدا، لكن جالبن مش بيهتم بكل ده
وبيقول لها ما تقربيش لابني تاني وبيسيبها وبيمشي. فبترجع ونس دي على المدرسة وبتروح على اوضتها، وفي الاوضة بتكون مستنياها اينيد وبتعرفها انها خلاص بقت تكرهها جدا لانها بتستغلها على طول وبتعرض حياتها للخطر عشان تعمل هي اللي هي عاوزة. بعدها بتلم اينيد لبسها وحاجتها وبتعرف ونس دي انها مش تقعد معاها في مكان واحد تاني وبتسيبها وبتمشي. ونس دي في اللحظة دي زعلت شوية لان اينيد كانت تقريبا صاحبتها الوحيدة. بس عامة يعني بعد كده بتطلع لعبة لوريل اللي خدتها من القصر من شوية، وبصدفة بتلاقي مجموعة صور كان حد مخبيها في اللعبة. فلما تتفرج على الصور دي بتكتشف انها صور حديثة ليها من اول ما وصلت للمدرسة، بتكون الصور دي في كل الاوقات، وده معناه ان في حد مراقبها من وقت ما وصلت وعمال يصورها. فبتقرر انها تشتغل على الموضوع ده اكتر وتعرف مين اللي بيراقبها. وعلى الناحية التانية بنشوف حد بيوصل للعمدة ووكر في المستشفى وبيفصل عنه الاجهزة فبيموت، ولسه ما نعرفش مين الشخص ده، لكن بنتاكد ان ووكر كده وصل فعلا الحقيقه فتقتل عشانها. تاني يوم بتعمل جنازه لووكر وبيكونوا الكل زعلانين جدا جدا لانه كان راجل كويس، لكن وينزداي وسط الجنازه دي بتحس بشخص غريب موجود في المكان، فبتطلع تجري وراه لحد ما اخيرا بتقدر توصل له، لكنه بيطلع مش غريب ولا حاجه بل عمها فيستر. وفيستر ده هو واحد مجنون شويتين ثلاثه اربعه وعنده قوه خارقه وهي انه بيطلع كهربا من ايده، وحرامي ممتاز جدا. المهم بترحب ونس دي بيه وبتاخده المكان امان وبتساله هو جه ليه. بيعرفها انه عرف من ابوها عن الوحش والحاجات الغريبه اللي بتحصل في المدينه هنا فجاي يعني عشان يطمن عليها. بعد كده بيسالها ايه طبيعه الوحش اللي بيظهر في المكان، فبتقول له معرفش لكنها بتوري له رسمه الوحش. فاول ما بيشوفها بيقول لها انا عارفه كويس جدا، ده وحش الهايت، نوع من انواع الوحوش كده لكني مش بشوفه من وده كبير. بيعرفها كمان انها لو عاوز تعرف معلومات اكتر عن الوحش ده لازم تروح لمكتبه نايت شايد السريه، وهتلاقي هناك في الخزنة مذكرات بتتكلم عن الوحش ده كويس جدا، واللي كتبها بالمناسبة هو مؤسس المدرسة نفسها لانه كان بيبحث زمان عن كل الوحوش دي. فعلا ونسداي بتروح بالليل مع عمها فيستر والايد سينج وبيقدروا يوصلوا للمذكرات دي، وبيروحوا بعد كده على الاوضة بتاعت ونسداي وبتبدأ هناك تقرأ المذكرات، وبتكتشف ان وحش الهايد ده بيكون عبارة عن شخص عادي جدا والوحش مدفون جواه، لحد ما بيتعرض لموقف صادم فبيتحول، او ممكن شوية حد يحوله بشكل كيميائي او بالتنويم المغناطيسي، وفي الوقت ده اللي حوله حاليا هيكون هو السيد بتاعه ويأمره يعمل اي حاجة وما يعملش اي حاجة، يعني بمعنى اصح بيتحكم بيه بشكل كبير. وقتها بتفكر ونزلي شوية وبترجع بعد كده تفكر تاني في موضوع ان ممكن اكزافير يكون هو الوحش وسيده بيأمره حاليا ما يقولش لحد الحقيقة نهائيا وعشان كده بيكذب. فعلى اساس ده بتبدأ هي وفيستر ان هم يراقبوا اكزافير لحد ما بيلاقوه بيقابل في مرة دكتور فالبري، وده كان بالمناسبة بشكل سري في الغابة من ورا الكل. فطبعا مش بتقدر وان ازاي تعرف سبب المقابله قوي، لكنها بشويه تفكير كده بتوصل ان فالفري ممكن تكون هي السيد بتاع اكزافير، وده طبعا لانها دكتوره نفسيه واكيد تعرف عن التنويم المغناطيسي. وان ازاي بعد ما فكرت في الكلام ده قامت اخذت بعضها وراحت لويمز عشان تعرفها كل الكلام ده، وفعلا ده اللي حصل. بس الغريب في الموضوع هو انها هناك بتلاقي عندها فالفري، ومش بتقول لها حاجه وبتكتفي بس بانها بتسال فالفري هل بتعرف تعمل جلسات التنويم المغناطيسي دي، فبتقول لها فالفري اكيد طبعا بعرف. وهنا بتكون وصلت ونس دي اللي هي عايزاه، بتقول لفالفري في الجلسه الجايه بيخلينا لما مغناطيسيا لان يعني سمعت انها بتساعد على الاسترخاء وكده، وبتسيبها وبترجع اوضه. وهنا بتكون الكارثه الكبيره اللي بتلاقي الاوضه كلها مقلوبه وحد سرق المذكرات، وبتلاقي كمان الايتسنج في حد طعنها وماتت. طبعا بتزعل جدا عليها وبتاخدها بسرعه وبتروح لفيستر واللي بيستخدم قوته الكهربائيه وبيقدر يرجع لها الحياه تاني، وما تسالنيش ازاي. بتستغل ونس دي الفرصة وبتسأل سينج مين اللي عمل فيها كده، بتقول لها معرفش وده لانها فعلا ما شافتش مين اللي عمل كده. بتوعدها ونس دي انها توصل له وهتنتقم منه. بعد كده بتودع عمها فيستر لانه خلاص ماشي عشان عنده شوية شغل بعيد، وبتسيبه وبتمشي. بعد شوية بتروح ونس دي للمديرة ويمز واللي بتكون استدعيتها النهاردة عشان تعرف منها ايه اللي حصل للأوضة، فبتقرر ونس دي تصارحها وبتقول لها على المذكرات اللي لقيتها وعلى كل حاجة. فتعرفها ويمز انها عارفه عن المذكرات وعارفه عن الوحش هايد، وبتعرفها كمان ان المؤسس هو بنفسه اللي كان بيبحث في الوحوش دي كلها المختلفه عشان يضمهم للمدرسه، وفعلا على فكره وقتها ضم وحوش الهايد لكن من 30 سنه اتلغى الموضوع ده بسبب شراسه الوحوش دي، وطبعا ما رضيتش تجيب سيره لحد انها تعرف عن طبيعه الوحوش دي للمحافظه على المدرسه، لان طبعا وقتها كل هيشك في ان الوحش ده موجود في المدرسه فممكن تتقفل. ونس دي بعد ما سمعت الكلام ده قالت لها طيب خلي بالك بقى الوحش ده بيظهر باكتر من طريقه، منها التنويم المغناطيسي وانت اكيد عارفه مين الوحيده اللي تقدر تعمل كده. بعد ما شككتها ونس دي في الدكتوره فالفري بنجاح بتسيبها وبتمشي.
في طريقها بتقابل بيانكا واللي بتقول لها تعالي عشان عايز اوريكي حاجة مهمة. بتروح معاها وينزداي للمكتبة السرية وبيكون هناك لوكس ابن العمدة ووكر. لوكس صديقي بيعرفهم انه طبع ملف من جهاز الكمبيوتر بتاع ابوه واكيد هيفيد في الكشف عن حقيقة المدينة. وينزداي لما بتقرا الملف ده بيكتشف ان ووكر كان بيدور على لوريل جيتس، وده لان لوريل جيتس المفترض انها ماتت زمان زي باقي عائلتها بالظبط غرقانة ومحدش قدر يوصل لجثتها. لكن المشكلة ان فجأة ظهرت واحدة من قرايب العيلة دي واشترت البيت، ومع الاواضي الكتير اللي حصلت بعد وصولها اتأكد ووكر ان اكيد لوريل دي لسه عايشة وبتحاول تنتقم من اللي دمر عيلتها، وهم ووكر نفسه والطبيب الشرعي ريجي واللي برضو مات، وجوميز ابو وينزداي والمتهم الرئيسي فقتل اخوها، واخيرا كل طلاب نيفرمور المنبوذين. وقتها بقى بتفكر وينزداي شوية وبتقول لها الوحش بيحتاج حد يروضه صح؟ يبقى اكيد الحد ده هو لوريل، وروضت الوحش ده عشان تنتقم من كل اللي دمره عيلتها. وهنا بقى بتتصدم وينزداي اكتر زي زيك كده، انها بربط بسيط بتفهم ان فالفري بنسبه كبيره هي لوريل، وروضت كمان اكزافير لو اعتبرناه يعني هو الوحش عشان تنفذ خطته. بناء على كل ده بتروح وينزداي لدكتور فالفري في العياده وبتواجهها بكل حاجه، لكن طبعا الدكتوره بتنكر كل ده فبتسيبها وينزداي وبتمشي. وما بتمشي وينزداي بتسمع فالفري صوت غريب كده في الحمام، فبتفتح الباب بتلاقي الوحش قدامها وهوب بينقض عليها، وبكده بنعرف انها مش لور ولا حاجه. ما هو اصل يا صديقي لو هي وهي اللي مروضاه فاكيد طبعا الوحش مش هيأذيها بالعقل كده. لكن في المجمل بننتقل حاليا للمستشفى، وبيكون وينزداي وويمز هناك، وبيجي لهم الدكتور وبيعرفهم ان فالفري ماتت وما لحقوهاش. بتتعصب وينزداي جدا وبتمشي. بعد شويه بتكون وينزداي عند اكزافير في مخبأه، فبيدخل بيلاقيها مستنياه، فطبعا بيتخض جدا لكنها مش بتديله فرصه اصلا، وبتبدا تتهمه بكل حاجه، وبتعرفه انها دورت في اوضته شويه وقدرت توصل لرسمه هو راسمها لفالفري وهي بتموت، وقدرت كمان توصل لنضاره يوجين عنده وبخاخه روان، وكل دي حاجات تخص ضحايا الوحش، فاكيد يعني هو الوحش. طبعا اكزافير فضل يحاول يبرأ نفسه كتير وينكر كل الكلام ده، بس مش بيلحق لانه هوب بيدخل المأمور جلبا وقوه من الشرطه، وبنعرف ان ده اتفاق بينهم وبين وينزداي عشان يقبضوا على اكزافير متلبس. وفعلا ده اللي حصل، وقتها بيشكرها الضباط وجلب لانها اخيرا ساعدتهم في القبض على الوحش، وهي التانية بتكون بدورها مبسوطة ان خلاص الخطر انتهى، وبتاخد بعضها وبترجع لاوضتها. وهناك بتلاقي اند مستنياها، وبتعرفها اند انها خلاص قررت ترجع تقعد معاها تاني لانها سمحتها، فطبعا بيتصالحوا شوية وبينسوا اي خلاف بينهم. بعد كده بتقول لها اند على فكرة تايلر ابن المأمور بيحبك جدا. بتقعد وينزداي تفكر شوية وبيشوف انه فعلا بيحبها، وده باين جدا من تعامله معاه. بتقرر تروح له النهاردة عشان يقعدوا شوية مع بعض يحكوا كده، لانه كل ما بيقول لها نخرج مش بترضى، فعلا ده اللي بيحصل وبتروح له. لكن المشكلة بقى انها اول ما بتلمسه بتدخل في ذكرى تانية، وبنشوف في الذكرى دي الوحش وهو بيقتل دكتور فالفري. بعد كده بيهدى الوحش ده وبيرجع لطبيعته البشرية، وبيطلع اخر حد ممكن نتوقعه وهو تايلر. وبكده بنعرف ان الوحش هو تايلر نفسه، وطبعا بتكون وينزداي مصدومه جدا لانها ما كانتش تتوقع كده خالص، فبتسيبه وبتخرج تجري وهي مرعوبه ومش عارفه تعمل ايه. لكن بعد شويه بنلاقي تايلر واقف مستنيها في الغابه، وبتجي له وينزداي، وبنعرف من كلامهم انها بعتت له الايت سينج عشان تجيبه لهنا. المهم بقى ان في الوقت ده بنكتشف ان مش وينزداي لوحدها اللي هنا، بل معاها بيانكا وباقي اعضاء نايت شايد، وبياخدوا حاليا تايلر وبيربطوه في مكان ما. وقتها بتجيله وينزداي وبتعرفه انها زي ما بعتت سينج تجيبه، فهي بعتتها برضه لبيتهم عشان تسرق تقرير ام تايلر، وتعرفه كمان انها من التقرير ده عرفت ان امه كانت وحش هايد زيه بالظبط، وكانت كمان من المنبوذين، بس الحب اعمى يا صديقي فحبها جالبن واتجوزها وخلفه كمان تايلر، واللي هو طبعا خد صفات امه الوحشيه. وتعرفه كمان ان اكيد جالبن قدر يثبت ان المخالب دي بتتفق مع الحمض النووي بتاع ابنه، لكنه سكت، يعني بالعربي كده عارف الحياه بتاعت الوحش كويس جدا، بس لانه ابنه ما قدرش يزيه. طيب تمام، دلوقتي عاوزين نلاقي طريقه نثبت بيها ان تايلر هو الوحش. فتفكر وينزداي شويه وبشوف ان الحل عشان يتحول قدام الكل هو انه يتعرض لموقف صعب ومؤلم، فبتطلع كهربا وبتبدا تكهرب. وهنا بقى بتخاف بيانكا والكل هيموت، فبيسيبوها وبيمشوا وبيروحوا لويمز وبيعرفوها بكل حاجه. بتضطر ويمز وقتها تكلم المأمور جالبن وبتعرفه كل حاجة بتحصل حاليا. بيجي بقوة من الشرطة وبيقتحموا المكان اللي فيه وينزداي وتايلر وبياخدهم كلهم على الاسم. وقتها عرفها جالبن انه مش هيرفع عليها قضية خطف ولا حاجة، بل هيسيبها تمشي وخلاص. فلما بتيجي ماشية بيجي لها تايلر وبيقول لها كل اللي قلتيه صح وانا الوحش فعلا، وبوعدك ان الايام الجاية مش هتكون سهلة نهائي، وبيسيبها وبيمشي. فترجع للمدرسة وينزداي، وهناك بتعرفها ويمز انها استكفت خلاص من كل مشاكلها،
بتطلب منها تودع صحابها النهاردة لأنها خلاص اترفدت من المدرسة. بتروح وينز داي وهي حزينة تودع صحابها، واللي من ضمنهم طبعا إينيد. بتعرف إينيد إن يوجين على فكرة فاهم الغيبوبة النهاردة، ويوجين ده يا صديقي لو أنت مش فاكره هو نفس الطالب اللي دخل في غيبوبة من نهاية الجزء اللي فات. المهم بقى إن وينز داي بتقرر تروح له قبل ما تمشي، فعلا بتروح له هناك، وفي اللحظة دي بتسأله مين اللي عمل فيه كده وشاف إيه عند كهف الوحش، فبيعرفها إنه شاف حد بيولع في كهف الوحش لكنه ما قدرش يشوفه مين بالظبط، بس الشخص ده كان فيه حاجه مميزه جدا وهو انه بيلبس جزمه لونها احمر. وقتها بقى بتفكر وينز داي شويه لحد ما بتوصل ان لوري جيتس الحقيقيه هي مس سورين هيل، ودي مدرسه عند وينز داي في المدرسه، ومحدش غيرها هو اللي بيلبس جزمه حمراء اصلا. فعلى الاساس ده بترجع المدرسه تاني وينز داي وبتقابل ميس سورين هيل، وبتفضل تتهمها بكل الكلام ده، لكن طبعا سورين هيل بتنكر كل الكلام ده عادي جدا. فبتقول لها وينز داي مش هتقدري تنكري لان معايا دليل، تايلر نفسه قال لي كل الكلام ده. فجأة بيدخل تايلر عليهم، وطبعا بتكون سورين هيل متفاجئة جدا، لكنها بتعرف وينز داي انها فعلا اللي ورا كل ده، وهي كمان اللي روضت تايلر لما قدرت تعرف حقيقة امه وعرفتها لتايلر فتحول، لان تايلر المفترض انه ما كانش يعرف ان امه كانت وحش، لكنه بقى وحش لما عرف الحقيقة. اما كان بتكمل كلامها وبتعرف وينز داي انها فعلا لوريل جيتس وبتعمل كل ده انتقام لعائلتها. ولما بتخلص كلامها بتروح لتايلر وبتقول له يلا اتحول واقتل وينز داي. بس تايلر يا صديقي استحاله يسمع كلامها نهائيا، لان ده اصلا مش تايلر بل دي ويمز المديره، وحولت شكلها. لا ما تنساش يا صديقي وصحصح معايا كده، ويمز متحوله عادي جدا وبتقدر تحول شكلها لاي شخص. المهم بنعرف كده ان وينز داي لما عرفت من يوجين اتفقت مع ويمز انها تيجي معاها لميس سورين هيل، وهتثبت وقتها انها ليها يد في الموضوع، وده اللي عملته فعلا، وهو وقعوا سورين هيل بسهوله. بس عارف المشكله فين؟ انهم قبل ما يعملوا اي حاجه معاها بتطلع سورين هيل او لوريل سم نايت شايد، وبسرعه بتحقن بيه ويمز فبتموت في مشهد صادم جدا. وقبل ما تفكر وينز داي ان هي تهرب حتى بتجيب لوريل حديده وبتنزل بيها على دماغها فبيغمى عليها. وهيلم يعني الايد سينج كانت وقتها في المكان وشافت الفيلم ده كله، فبسرعه بتهرب وبتروح لإيد، واللي بتكون حاليا مع واحد صاحبها اسمه ايجاكس، وده يعني طالب في المدرسه وعضو في نايت شايد. المهم يعني بتقول لهم سينج كل حاجه، فبيقرروا هم يجمعوا باقي نايت شايد ويروحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط. بنرجع مره تانية لوينز داي، واللي بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه في سرداب جوزيف، وقدامها كمان لوريل، وهنا بقى بنفهم كل حاجه. بص يا سيدي، لوريل وعائلتها بينحدروا من عيله جوزيف بشكل مباشر، واعتبر جوزيف هو جدهم الاكبر. اما وينز داي فهي من عيله ادمز، وجدتها بشكل مباشر هي جودي زي ما شفنا. والفكرة هنا هي ان جودي قتلت جوزيف زمان وحبسته بسحر قوي جدا اسمه سحر الدم، عشان روحه تفضل تتعذب للابد. لكن لوريل وعيلتها طبعا احفاد جوزيف من زمان، عايزين يصحوا جوزيف تاني من موته فيكمل مهمته ويقضي على كل المنبوذين. ولكن عشان يصحى جوزيف فاولا كده لازم يجيبوا اجزاء مكان الاجزاء اللي باظت في جسمه وقت ما مات، وعشان كده كان الوحش بياخد اجزاء معينة من جسم كل ضحية، وهي دي الاجزاء اللي محتاجها. ثانيا لازم تفك سحر جودي، وعشان يتفك سحر جودي لازم يتفك يوم اكتمال القمر بتقديم قربان، ولكن مش اي قربان، لازم قربان من دم جودي، ولازم القربان ده يكون غراب زي جودي بالظبط. من بقى اللي تنطبق عليه كل الكلام ده كله؟ ايوه وينز داي يا صديقي. فعشان كده لوريل من زمان زيفت موتها وبدات تراقب عائله ادمز لحد ما عرفت ان وينز داي هتيجي تدرس هنا، وكان فيها كل الصفات اللي محتاجها. وعشان كده بوصول وينز داي للمدينه بدات لوريل شغلها لتنفيذ الخطه. وطبعا كده برضو بنفهم ليه روان في الجزء اللي فات كان عاوز يقتل وينز داي، وده مش شر منه ولا حاجه ابدا، لا 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 لا. ام روان كانت عرافه وقدرت تعرف ان بوصول وينز داي للمدينه هتساعد كده في اطلاق جوزيف اللي بيكره المنبوذين، فعشان كده حذرت منها. وعشان كده برضو حاول روان يقتلها قبل ما تكون سبب ان جوزيف يرجع تاني للحياه ويخلص على كل المنبوذين. وبس يا سيدي دي الحكايه كلها من طقطقه لسلام عليكم. بعد ما تخلص لوريل كل الكلام ده بتعور وينز داي في ايدها وبتشدها وبتحط ايدها عند مكان معين في تابوت جوزيف، ومجرد ما الدم ده بيلمس التابوت بتتحدف وينز داي لبعيد وبتبدا الكهرباء تطلع من التابوت ودخان غريب جدا. وفي النهايه بيرجع جوزيف مره ثانيه للحياه، وهو بتشوفه لوريل بتعرفه انها من احفاده وبتطلب منه يقضي على كل المنبوذين، فبيوعدها انه هيعمل كده وبيبص جنبه فبيشوف وينز داي ويقول لها وقتها جودي ادمز انا كنت عارف انك هتلحقيني برضه لغايه هنا. وفي لمح البصر بيطلع سكينه وبيضربها بيها في بطنها وبسببها بتنزف، وبياخد لوريل وبيمشوا. وتفضل وينز داي تحتضر كتير جدا لحد ما فجاه بتلاقي جودي ظهرت لها قدامها وبتقول لها انا هساعدك وهنقذك.
وقتها مش تقدر تشوفيني تاني، لكن لازم لما انقذك تروحي تنقذي المدرسة عن طريق قتل جوزيف بطعنة في القلب. بعدها بتبدأ تشفيها فعلا وبتخف وبتكون كويسة جدا وبتختفي للأسف جودي للأبد. اما ونس داي فبسرعة بتخرج عشان تلحق المدرسة، وفي المدرسة بقى فبتجتمع اينيد مع جاكس وبيانكا وباقي جماعة نايت شايد وبيعرفوهم على كل حاجة. فبيقسموا نفسهم لفريقين، فريق فيه بيانكا وباقي الحريات زيها، ودول دورهم ان هم يقنعوا الطلاب ان هم يخرجوا من المدرسة خالص عشان محدش يتأذي. وهم حرفيا هيقنعوا الطلاب بالعافية، لانهم اصلا عندهم كحريات قدرة على اللعب بالافكار بتاعت الناس واقناعهم باي فكرة عايزينها. اما الفريق التاني فبيكونوا فيه اينيد وسينج، ودورهم حاليا هو انهم يدوروا على ونس داي. فعلا بيعملوا كده، لكن في طريقهم لونس داي بتبدا اينيد تحس بحاجه غريبه، والاول مره بتتحول لذئب لانها اصلا من المستذئبين، لكن دي اول مره تتحول فيها بالشكل الفعلي. ونس داي فبتكون في طريقها للمدرسه وبتلاقي في وشها تايلر، وبسرعه بيتحول لوحش الهايد وبيكون هيقتلها، لكن بتيجي اينيد كذئب وبتفضل تحاربه، فبتسيبه ونس داي يضربوا في بعض وبتكمل طريقها للمدرسه. وبيفضلوا تايلر وإينيد يحاربوا في بعض وهم وحوش كتير جدا. بصدفة بيعدي جالب من هناك وبيكون مع إكزافير لأنه كان بيروحوا للسجن. المهم إن جالب بينزل يشوف فيه إيه، فبيشوفهم هما بيتعاركوا. في الوقت ده بتروح سينج للعربية وبتحرر إكزافير، فبياخد إكزافير بعضه وبيروح على المدرسة. في المدرسة بتوصل ونس داي وبتجيب نفس السيف اللي أمها قتلت بيه جارد زمان، وبتروح عشان تحارب بيه جوزيف. لكن قبل ما تعمل كده بيوصل إكزافير بسهم وبيحدفه على جوزيف. بيستخدم جوزيف سحره وبيوقف السهم ده في الهواء، وبحركه منه بيلف السهم وبيكون رايح باتجاه اكزافير. فبسرعه بتقف ونس داي قدامه وبتاخد السهم بداله، لكنه مش بيأذيها قوي يعني. فبتقوم وبتبدا تتحارب مع جوزيف، لكنه بيكون خلاص هيقتلها. فبتيجي بيانكا وبتضربه بالسكينه من ظهره، فبيلف يتخانق معها، وبتستغل ونس داي الفرصه دي وبترشق له السكينه في قلبه عشان يموت نهائيا اخيرا. في الوقت ده بتدخل عليهم لوريل بمسدس، بس قبل ما تعمل اي حاجه فجاه بيظهر نحل كتير جدا وبيهجم عليها، وهوب بيظهر يوجين، واللي بنعرف ان هو جه يساعد، وكمان بيعرف يتحكم في النحل والحشرات، وعشان كده بالمناسبه هو بيحبهم جدا. بعد كده بتروح ونس داي للوريل وبتضربها ضربه برجلها بتجيب اكلها. وبس يا صديقي، اخيرا بينتهي الخطر، وبينتهي كمان العام الدراسي. بتودع ونس داي الكل، وبتودع كمان اكزافير، وفي اللحظه دي بيعترف لها بحبه وبيديها كمان موبايل هديه عشان يتكلموا مع بعض شويه لحد ما تخلص الاجازه دي ويرجعوا تاني للدراسه ويتقابلوا. بعد كده تركب ونس داي العربيه عشان تروح لبيتها، لكنها في الطريق بتفتح التليفون الهديه اللي معاها، فبتشوف مفاجاه غريبه. بتلاقي رساله مبعوته لها عباره عن صور ليها، والشخص اللي بعت لها كل ده بيقول لها انا لسه براقبك على فكره. فبتعرف كده ونس داي ان الصور اللي لقيتها قبل كده ما كانتش لوريل هي اللي مصوراها، ولكن في حد تاني بيراقبها ولغايه دلوقتي. بس عامه ده هنعرفه في الموسم الثاني من المسلسل. اخر حاجه بقى بنشوفها وهو تايلر اللي بيكون مربوط في عربيه الشرطه عشان طبعا ينتقل للسجن، لان هو الوحش وكل خلاص عارف، لكنه خلاص في اللحظه دي بيبدا يتحول استعدادا للهروب. وهنا بتكون نهايه الموسم الاول. وطبعا انا عارف دلوقتي انك عاوز تعرف تايلر هيعمل ايه، مين ده اللي بيراقب ونس داي وغيره وغيره وغيره، بس للاسف ده في الموسم الثاني. بس كده سلام.